في حلقة النهاردة هنتكلم عن علاقة الشخص بجسمه. أنا اسمي أحمد حسن وأنتوا تتفرجوا على قناة لنا ديفرنت. كلنا سمعنا قبل كده عن لغة الجسد وإزاي تقدر تستخدمها في إنك تعبر عن اللي جواك بطريقة بسيطة وسهلة. كلنا عارفين إن الكلام اللي بتقوله بلسانك مش بيوصل أكتر من 7% بس من اللي أنت عايز تقوله، والباقي بيوصل بتعبيرات جسمك بحركات وشك الحاجات دي. لكن الجديد بقى ان ممكن لغة الجسد تختلف تماما عن اللي انت عايز تقوله. يعني ايه مش فاهم؟ بمنتهى البساطة ممكن واحد يجي يقول لك بلسانه صباح الخير، لكن ملامح وشه بتقول لك صباح الزفت على دماغك. وتيجي واحدة تانية صاحبتها تقول لها انت مالك انت كويسة؟ تقول لها ايوه طبعا انا كويسة جدا، وفجأة تقوم معيطة. طب هو ايه اللي بيحصل؟ ليه الكلام ده بيحصل؟ ده بيحصل نتيجة ان جسمك مش موافق عن اللي انت بتقوله ومش متقبله، ومهما حاولت تكذب فجسمك بيفضحك. سيجموند فرويد قعد اكتر من 30 سنة يحلل في الناس من خلال الكلام اللي بيقولوه بلسانهم، وفي الاخر اكتشف ان بعض الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة وكله من خيالهم هم. وبعدها بدأ العالم الالماني فريتز بيرلز في انه يدور على حاجة اصدق من الكلام اللي بيتقال، لحد ما اكتشف الجسد ولغة الجسد ومعاني لغة الجسد، وعمل مدرسة كاملة في علم النفس واتكلم فيها عن الموضوع ده. واكتشف بيرلز ان كتير من المرضى بيبقى كلامهم منفصل عن جسمهم ومنفصل عن مشاعرهم وافكارهم، وبدأ ان هو في العلاج بتاعه يعرفهم اكتر على جسمهم ويصالحهم عليه ويحاول يربط علاقة بينهم وبين جسمهم مرة تانية. ومن هنا طلع العلاج بالحركة والعلاج بالرأس والعلاج بالفم. جسمك له كيان وله وجود وله ذاكرة خاصة بيه يسجل فيها كل الافكار وكل المواقف الايجابية والسلبية اللي تعرضت ليها طول حياتك. في نوع من الامراض النفسية المنتشرة في مصر اسمه الامراض النفس جسمية، الامراض اللي فيها المريض بيشتكي من ألم عضوي بس السبب الحقيقي وراه ما بيكونش عضوي، السبب الحقيقي وراه بيكون سبب نفسي. ومعظم الأمراض دي بتنتشر في المجتمعات اللي بيكون مش مسموح لك فيها إنك تعبر عن مشاعرك والحاجات اللي بتحصل جواك، لأنه عيب، لأنه حرام، لأنه مش مقبول من اللي حواليك أو من أصحابك أو من عيلتك أو من قرايبك أو من أي حد. فبالتالي بيبدأ الجسم بقى يعبر عن الألم الداخلي اللي جواه بس بلغته الخاصة. التجارب النفسية اللي مريت بيها في حياتك سواء كنت ولد أو بنت بتفضل تتكون وتتكون جوه جسمك ويفضل يحتفظ بيها لحد ما بيجي يوم من الأيام يعبر عنها بطريقته الخاصة سواء أنت وافقت أو ما وافقتش. ونبدأ بقى بعد كده نلاقي الأمراض ظهرت زي القولون العصبي، زي الصداع النصفي اللي مش عايز يمشي، زي الأمراض اللي احنا مش عارفين لها تفسير، ونفضل ناخد في علاج وفي الآخر العلاج ما بيجيبش نتيجة. وده كله بسبب إن احنا بنعالج الفرع ونسينا الأصل وهو سبب المشكلة. وسبب المشكلة هنا هو إن جسمنا جه عليه وقت ما بقاش قادر يستحمل، فضلنا نضغط عليه ونكبت جوانا، وفي الآخر هو ما بقاش قادر يستحمل إنه يكبت أكتر من كده، فبالتالي قرر إن هو ينفجر ويقول لك لأ أنا موجود مش شرط تكتمني ومش شرط تمنعني من ان انا اظهر وان انا اتكلم اكتر من كده. الحل انك تتصالح مع جسمك، تعامله على انه كيان من حقك انك تحترمه ومن حقه انه يتعب ويعبر عن تعبه ده. ما ينفعش تعامل جسمك على انه طور في ساقيه وتقدر تضغط عليه وتحمل عليه وما تطلبش منه ان هو يرتاح او يستجم. ما هو هيجي في الاخر هيتعب وهتقع وساعتها جسمك مش هيقوم لقومه تاني. انت كبنت لازم تفهمي جسمك وتحترميه، وانت كولد لازم تسمع جسمك وتحس بيه. لازم نعامل اجسامنا بما تستحق لانها فعلا